سي بوكر نيفوا
أنا تحية كذلك جميلة وجميلة الناس ديال الطوار جورة الخفالي ومرخين على هذا الحملة الطبية وهذا العمل التطوعي الخيري. ستيني حيوز مزن تلميذ بهري غدان كل ميسا نحن الخيرات تلميذ بهري غدان كل ما تدري له وفوش مريد حزود الخيرات أيوز أي تدوار أيوز الأطور الطيبية لدى المهدان أيوز كل ما تدري يوز أيوز كل ما تدري يدخلوا بالرحمة تقرا يتمسوت للتنادات ديال المستقبل كواعي يعني نجد خد خدران عاود الحملات الطبيه غير حكريات ودوار مثلا مره اخرى كنوجه تحيه للناس ديال الدوار والحجاج اللي حاضرين وايانا الاطر الطبيه اللي حاضره وايانا تحيه لكم جميع جمعيه قلوب الرحمه راه تبقى ديما في الخدمه ديالكم خدمه الصالحه. أكيد أن لكل عمل خيري تطوعي الناس ديالو أكيد أن الناس جبلت قلوبهم بطبيعة الحال على حب العمل الخيري عبد الحمل العمل التطوعي سي الحاج اللي حضر معنا وجمعية إيرس كنشكروهم بطبيعة الحال ويا ريت أننا نستمعوا لكل واحد في كلمة لأن الحضور ديالهم حضور وازن في هذا العمل التطوعي الخيري كذلك بأنهم يحضروا بالرسائل اللي ممكن أن يبعثوها الناس اللي حاضرين وأيانا. الطبي اللي جا لعندنا ونرحبوا بجمعية قلوب الرحمة كما كنشكروا جميع جنود الخفاء اللي خدموا في هذه الحمله هذه باش تمر ان شاء الله في احسن الظروف وتكون تعطي الاكل ديالها والمستقبل. كنشكر في البدايه الحاج علي بروم جزاه الله خيرا مع جمعيه تابون. كنشكر مولاي احمد بوكر احد الاعمده اللي كيوقف معنا ديما مع مرنا دقينا الباب ديال ورطنا. كنشكر المحسنين ديال جمعيه المدرسه العتيقه إرز وعلى رأسهم الحاج محمد الشاور وكذلك الحاج مهد بودرقة الحاج سعيد حشيم الحاج حسن بوعاز وجميع الأعضاء ديال الجمعية ديال إرز المدرسة وكترحب بكم جميعا فمرحبا بكم انتم راكم ماشي ضياف ما تحسبوش بوسكم ضياف راكم أهل الدار حنا اللي ضياف عندكم وشكرا. كنشكروا الإعلامي السي المتميز حسن أبو نظيف حتى هو اللي تكبل مشاعر السفر. كنشكروا جميع الفنانة والفنانات اللي جاوا لعندنا مرحبا بكم وكنتمناو الله إن شاء الله تعالى تمر الحملة في أحسن الظروف وشكرا. باسم جمعيات مهدات ايج بوست كنشكركم. انا نائب الرئيس باقي ما دخلتش ولكن انا لا هو اللي عطاوني المسؤوليه الحمد لله. وجمعيات تمون انا هو الرئيس ديالها في هولندا مع الاسف الاسم ديال تمون تخصني غدا ان شاء الله نضرب عليه ديك ماشي مشكل هي ماشي مشكل ماشي مشكل لا غير قلت لك زعما المهم ماشي مشكل علاش تكون بخير وهذا نهار كبير مشكل بكم انا المهم من بعد يمشي من سين الحاجاتي الحاج حسن سباق والحاج حسن سباق غادي نعطيو كلمه واحد رايج كبير عندنا هنا في البلاد واحد الناس جاو من بعيد من يساف الناس اخرين جاو من يفاس خليني نعطي حسن خليل. السلام عليكم مساء الخير مرحبا بكم سيدة أبو نظيف. يعني اش نقول لكم أول سير مرادي لي سامحتي راه سامحتي
لان كنت كندير يعني صحفي باسم الفرنسي فرنسا والخط العربيه ومش لقيتش الامازيغيه والفرنسيه والعربيه. اسمحوا لي واخا صبغاتي اسمحوا لي الله يرحمها ديك العربيه ديالي راه شويه غادي تنتج انت واش شهيت كتفرحنا بك يعني غاستاتي جاي واسمخور يا عهد صحاب هو كازا تحتي من سنه سير جنبي صح اللي بدا يعني باش كاين تلقى بدا يتوصل ديما كيوصلني كاع اللي كان وانا حد يوم عرفت كان تقريبا رمضان شحال من خطره كنت 9 الصباح وانا الموتور طوموبيل كازور حتى لدابا ما وقفتش حتى لهنا باش نحاول نخطر ولهذا كنقول لكم مرحبا بكم. وعندنا واحد السيد كان مفتخر فينا هو السي مولاي احمد بوكرن هذا تات السيد اش نقول لك اللي ما عرفوش المهم غتشوفوه دابا راه مشغول مشغول غتخدموا ولا مازال حتى تشوفوا وعطيوني اخباركم. الله مولاي احمد الله يحفظك هذا السيد مولاي احمد يعني خدمنا معاه سنين متعدده راه كاع كتعرفوا اول خدمه كتخدموا معاه وغتعرفوا هذا السيد اش كيسوق وردوا عليا الاخبار هذا راه نموذج ديال الاداره والنادي هذا سبيسيال انا غادي تسمح لي السي حسن بن تيهضر بالشرحه انا العربيه راه شويه يعاون شي مسكين تعرف غادي نهضر بالفرنسيه Pour les médecins, c'est un message destiné aux médecins. Je voudrais vous dire combien il est agréable de voir des gens comme vous aller dans des contrées reculées à l'Adi. Et je voudrais vous remercier pour une chose, parce que vous êtes en train de démontrer que la solidarité existe dans notre pays. Il y a des gens qui disent que nous avons le tatouage de l'Ouattane. التطور الايجابي تيقولوا بان هو الحاج الحسن جبار كان مرحبا مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه ايتما اسما بكل زور بكل مكانات نزلت نفرح بزاف غسل واش الحور يسرح بزاف احنا فرحنا بزاف يعني اختوش كانت من دبلوس المنطقه الجبليه تشكل السلامه السلام الرياضي باش تعالج تروان القرن ديال بزنس حنا كيفدينا الخراب اللي غادي نعطيكم التاريخ ديالها لها 5 قرون وفيها واحد السيده كيقولوا جات من مكة وهي سميتها كنقولوا لها لا تنكويز هي فاطمه الفهري وشوف العالم فين جات تلاقات مع شي لعبدات اللي كانوا كيطيبوا الطلبه سواء من السنغال وبقاو كيتعرفوا تعلمات سوسيه وبقات تعلم الناس الدين وكانت المدرسة العتيقة هي البرلمان. ما معنى البرلمان؟ على سنتين فلاس تما كانوا كيجتمعوا والمهم داروا ما نطولش داروا واحد اللائحة باش خصموها ناس حيدوا لله
اللوحات دوستو معنا إلا خفتي الناس دي ما كانش هاد الوثيقة ما كان فراش انفلس هذا باش تسمو وتما تحطو السلاح ديال اللي كان عند الناس في يامة القضاء وكان واحد المرحوم هنا كان يقول له مسعود بوسيس الله يرحمه هو اللي كان رئيس ديال هذا قال لهم واش ما حرمتو حتى شي حاجة هنايا قالوا له لا قال له انا حرمت واحد الحاجة قالوا له باش نويا قال لهم قال لهم شوفوا شحال ديال السلاح هنا وما عمرنا قتلنا به شي نصراني ولا يهودي غير بعضنا بعض الله يسمح لنا رئيس ديال الجماعة ديال الإحصاء ديال 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 دخلنا التبديل واحد جوج دقائق الحاج محمد 13 والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطاقم الطبي المحترم أهلا وسهلا بكم ومرحبا بضيوف الكرام أقول لكم أحبابي أعزائي هنيئا لكم ومرحبا عند السي الحاج بوعز حسن جزاه الله أهل الكرم والجود ولا ننسى فضلكم علينا فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يصلحنا ويصلح أحوالنا وأحوال إخواننا الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.